ياسمين. ايوه يا ماما. اسمعي يا ستي الخبر ده. قولي. ألقت أجهزة الأمن القبض على حسن عبد العزيز إبراهيم الشهير بخلف الله الدجال المشهور أثناء حفل زفافه على أرملة المليونير الراحل كمال أدري. يا نهار أبيض يا خلف الله، مليونير حتة واحدة يا نصاب، وقعت واقف صحيح المرة دي. تعرف المطوة دي يا حسن؟ أيوة، دي مطوة زينو، أخدها منه واحد من رجالة زهرة وذبحوا بيه. فما قولك؟ أنا قلت لك على اللي حصل. خلينا نتكلم بالعقل. كل الكلام اللي بتقوله ده عن زهرة ورجالتها عشان تبرأ نفسك ملوش أي أساس من الصح. لكن الحقيقي بقى إنك بتشتغل بالسحر والشعوذة، وإن المجن عليهم كانوا بيساعدوك على ده، وإن أنتوا اختلفتوا على تقسيم الحصيلة سوا، وأنت هددتهم بالمطوة اللي معاك دي وكنت بتهوشهم بيها، فهجموا عليك فقتلتهم. مش هو ده اللي حصل؟ أنا بريء. ما قتلتش. سبق اتهامك قبل كده بقتل امام جامع، وادعيت انك مجنون، ودلوقتي عايز تعمل لي فيها مجنون. بقولك ايه يا حسن، احسن لك تعترف بالجريمه. كل الادله ضدك، مفيش اي داعي للانكار. انا ما قتلتهمش، رجال الزهره هم اللي قتلوهم. اكتب يابا. واصر المتهم على الانكار. قررنا نحن ماجد عبد المقصود حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق، ويراعى التجديد في الميعاد. مش عايزيننا نشوف ولا نحضر التحقيق مع أهلية. يودونا من مصر لإسكندرية، واخرتي اللي اجيهم حققوا معاه. ده شغل شياطين وابلسي. نصبوا الخية تمام. انا السبب، انا السبب في كل اللي حصل له. وانت ذنبك ايه؟ الطمع يا بنتي ورا كل المصايب دي. كان اللي معهم شوية ولا اللي حيجمعوه حيقدروا يصرفوه. واحنا كنا محتاجين فلوس. قلت له اديهم كل حاجه، احنا مش عايزين فلوس، انا كل اللي يهمني هو وكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واضح يا فندم ان في تعليمات ان احنا ما نوصلش للشيخ خلف. احنا بالعافيه قدرنا نطلع على التحقيق. وافقنا الوقت في الحجز، ورفضوا اننا نشوفه او حتى ندخل له اكل او فلوس. الاهم من كده ان القضيه محبوكه جدا، وفي ادله ماديه قويه على ارتكابه لجريمه القتل. ادله ايه يا متر؟ المطوه اللي استخدمت في الحادثه عليها بصمات واضحه جدا. ده غير انهم ملفقين له قضيه اشتغاله بالسحر والشعوذه. ايه؟ كذب طبعا. سحر وشعوذه ايه؟ احنا بنقول الكلام اللي موجود في الورق يا فندم. واه، ايه العمل يا اساتذه؟ خش يالا. طيب ما تدوقش البلاوي. الله، يا مساء الفل. انت مش فاكرني ولا ايه؟ شكلك نسيني. تاخد سيجاره؟ ليه؟ السيجاره هتكيفك. عين يا عين يا عين، عين يا عيني ويا عين. مالك يا عمنا؟ الدنيا مسودة في وشك كده ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح، يعذبك ولو عليه ما تهنش. ياه، ده انت حالك حال، يصعب على الكافر.
يا رب يا رب، انت الحكم، انت العدل، عندك الفرج، افرجها يا رب على عبدك المسكين. ذنبك ايه يا ولدي؟ ذنبك ايه يا ولدي تتعذب العذاب ده كله؟ عملت ايه في دنيتك عشان تتعذب العذاب ده كله؟ حد قال له يروح يترمي وسط الناس دي، وكمان عايز يتجوز منيهم. يا ساتر يا رب، ده دول كلهم يستاهلوا الحرق في نار جهنم. سمعت البنية اللي تصعب على الكافر وهي بتقول مستعدة تتنازل عن كل شيء في سبيل ان اخوك يخرج؟ انت لسه هتاكل من الكلام دي؟ انت هتنام عندك زي امبارح ولا ايه؟ ما هو السرير واسع يا عم. يساعك لوحدك. انتوا عايزين تفضلوا مغمين عينيكم وكله عاجر ورا مصلحته. ضحكت على اخوي بالكلام المتزوج بتاعها دي، وصدرت العمام ولده عشان يطحنوا في بعض وهي تطلع بالتركه دي. كهن حريم وانا خابر وزين يا عم. كهن الحريم يعرفوا الحريم. قصدك ايه يعني يا عم؟ قصدي قلته اتخمد ونام. يا ساتر يا رب، والله ما عارف الواحد يعمل ايه معاك. صف عيله يا ام الغلابة، صف عيله يا بنت بنت النبي، صف عيله يا بنت الغالي. دخل في لجألك، خلف بيحبك وبيحب كل آل البيت، دخل في لسانه ما يعرفش غير الصلاة والدعاء. انصريه انصريه يا ام الغلابه، انصريه، ردي عنه كده، ردي عنه كده، انصريه. هو اترحل السجن وتحدد له جلسه. قابلتوه؟ ولا راضي حتى يقول هو فين. بس احنا عرفنا انه اترحل. يا هانم دول مواصين عليه جامد قوي ومن فوق قوي قوي قوي، بس دلوقتي هو خرج من ايديهم ونقدر نزوره في السجن، واحنا قدمنا طلب للنائب العام بالزياره. بس في حاجة يا فندم عايز أقولها. اتفضل. حاتم بيه. ماله؟ اتصل بينا وعايز يقابل حضرتك. يقابلني؟ ده بمناسبة إيه يعني؟ مش كفاية اللي عمله؟ عايزين إيه مني تاني؟ هو بيقول عنده معلومات ممكن تبرأ الشيخ خلف. تبرأ الشيخ خلف؟ ده هو اللي سجنه. ما هو عشان كده يا فندم. أنا مش فاهمة حاجة. شوف يا هانم، في سكك كتير قوي ممكن يتلعب بيها. يعني معلش محتاج تشرح لي انت تقصد ايه. هو يقصد انه الدليل اللي اتقدم وكان السبب في ادانة الشيخ خلف ممكن يختفي وبكده تبوظ القضية. وهو يعمل حاجة زي كده ليه؟ احنا تصورنا انه عايز يساومك على حاجة. الشيخ خلف رايحين فين؟ نشوفك على خير. ازاي؟ هتسيبوني لوحدي كده وانتوا اهلي؟ اهلك منين؟ وانت شغاله تتودودي مع المحامين من وراني. تودود؟ ما كنتش بتودود. كانوا عايزين يتكلموا معايا لوحدي وانا كنت طبعا هقول لكم على كل حاجه. هتقولي ايه؟ كانوا عايزيننا اشوف حاتم وتقريبا هيساومني على دليل براءة خلف. ازاي يعني؟ معرفش. بيقولوا انه
ممكن يقدروا يبوظوا أدلة معينة تثبت إدانة خلف. وياخدوا كل اللي طمعانين فيه. ما هي قالت لك إنها مستعدة تتنازل عن كل حاجة؟ والله يا مرت أخوي حسن. أيوة قلت. أنت ما تقوليش حاجة وما تعمليش حاجة، أنت تسمعي وبس، وبعدها كده نشور بعض. حاضر، بس اقعدوا معايا عشان خاطري. هنقعد يا مرت أخوي. ادخل. المسكون يا فندم. ايه يا بني ادم انت ده؟ نزل ايدك. امشي يلا دلوقتي. اهلا اهلا يا مولانا. اتفضل يا شيخ اتفضل. ايه يا سيدنا؟ انت مش فاكر مين اللي بيكلمك ده ولا ايه؟ عماد بيه. تمام. انا ما اقدرش انسى جمايلك عليا ابدا. انا لسه ليا جمايل عند حد. امال ايه؟ ده انا اتنقلت نقله تانيه خالص. انا دلوقتي بقى عندي شقه تمليك وعربيه على الزيرو، والعيال دخلوا مدارس اجنبي، وكمان بقى في نادي. لا وترقيت بقيت عميد. وبعمل زي ما انت قلت لي بالظبط، اول كل شهر بطلع صدقه جاريه. الحمد لله. عايزني في حاجه؟ عايز ارد الجميل ده بقى؟ لا لا كتر خيرك، انا الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، بس انا اخترت لك احسن زنزانه عندي في العنبر. تمام. ومعاك الصرم جاهد، ده راجل طيب وانا موصيه، اي حاجه هتحتاجها ويقدر يعملها هينفذها وفورا. كتر خيرك. وعلى فكره اقعد يا شيخ خلف اقعد. انا بعت جبت ملف القضيه بتاعتك وقريته. القضيه دي صعبه جدا ومحتاجه محامي عقر. سيبها على الله. كله على الله. جاهد خد الشيخ خلف ووديه الزنزانه. مع السلامه سيدنا. الله يسلمك. اتفضل. ده انا هحطك في احلى زنزانه عندنا في السجن كله. زنزانه بحر هواها يرد الروح. اهلا وسهلا. وكمان ايه ده؟ احنا ثانيه واحده، بيتك ومطرحك هنا ده احنا اطلقنا فيها البخور لما عرفنا ان انت راجل صاحب كرامات. صاحب كرامات وانهي كرامات بقى؟ تقتل اثنين يا صاحب الكرامات. يا اهلا وسهلا. لا مؤاخذه. اتفضل بيتك ومطرحك يا اخويا. اتفضل. رايح فين؟ رايح فين؟ يعني هشيل لك الحاجة بتاعتك؟ ده كلام يا مولانا؟ شيل حاجتك يا خوي، شيل حاجتك لو سمحت، شيلها بقى. اتفضل. بص هناك في شباك اهو اهو، مصدر هواء طبيعي ليل ونهار. المحامي بيقول ان عندك معلومات تساعد القضيه. انت لسه مصدقه الكابوس اللي اسمه خلف ده؟ خلف ده دجال مخاوي جن ومسخره عشان يسحرنا كلنا. هو ده دليل البراءه اللي عندك؟ براءه ايه؟ اذا كانت زهره شافته وهو بيقتل، ولولا انها فاقت من سحره كان زمانها مرميه دلوقتي في مستشفى المجانين. أنا اللي ما كانش ينفع أضرك ولا حتى أضر كريم، خلاني في حالة تانية.
زي ما اكون مش في وعي. بعمل تصرفات انا اول مره اعملها. حتى انت سحر لك خلاكي توافقي تتجوزيه، بس انت معذوره زينا كلنا. بقول لك ايه، اطلع بره. فريد انا بحبك، انا عارف ان انا كنت سبب اني دخلت الشيخ الدجال ده هنا البيت، بس انا كنت بعمل كده عشان مصلحتك انت وكريم، ما كنتش اعرف ان هو هيسحرنا كلنا. عارف يا حاتم، انا كنت ممكن اصدق كل كلمه انت بتقولها، لولا ان خلف رجع لي كل حاجه كتبها باسمي. رجع لي كل حاجه عشان يخدرك، بعد كده هيبيعك كل حاجه. اقوم لك بالمرقوب دي. وين فريد؟ انا مستعد اقتله عشان خاطرك، عشان انا بحبك. صدقيني بقى، اطلع بره. فكري يا فريده في كل كلمه قلتها لك، وراجع كده من ساعه ما خلف ده دخل وسطينا وانت هتعرف. نعمل ايه؟ هو جاي يلدع عشان يعرف بعد كده السم هيسرف قلبك فين. يا حاجة انا كلامه ما سمعتوش من الاول اصلا، انا بس بفكر هنعمل ايه في موضوع خلف. مش بالسائل ده، انا عن نفسي جربت اصدقه عشان الربيع وقلبك اسود. طب وبعدين هنعمل ايه؟ نروح نزوره وهو اللي يدلنا. لعبت لها في دماغها. وبعدين؟ ولا قبلين هروح اتجوزها طبعا، وكويس ان اللي اسمه خلف ده لسه كاتب لها كل حاجه باسمها. طب وانا؟ انت ايه؟ انا هاخد ايه بعد ما توصل وتتجوزه وتخلفه وتعيشوا في تبات ونبات؟ وبعدين يا زهر، ما هي كل حاجه بتاعتي هي بتاعتك. نكتب ده. نكتب ايه؟ مش لما نشوف الهم اللي ورانا ده الاول. نكتب تنازل عن حصتك في الشركه. وايه تاني؟ وارض سهل حشيش عندي ليها مشروع يجنن، اوتيل زهره ريزورت. بذمتك مش يجنن؟ يجنن فعلا. لسه مصدق الكابوس اللي اسمه خلف ده؟ خلف ده دجال مخوي جن ومسخره عشان يسحرنا كلنا. اذا كانت زهرة شافته وهو بيقتل، ولولا انها فاقت من سحره كان زمانها مرمية دلوقتي في مستشفى المجانين. يا سلام على الدنيا، ده انا مش قادر اصدق نفسي. بقى ياسمين هانم عندي هنا وعلى مكتبي. اخيرا قبلت تيجي زياره للشيخ خلف. للدرجه دي انا كنت وحشه؟ قطع لسان اللي يقول كده. تشربي ايه يسعدك. ميرسي، خدمتك ليا ان انا ادخل الحاجات دي بنفسي لو حضرتك تسمح. السجن كله تحت امرك، بس ما ينفعش انت تخش العنابر يعني اضيع فيها انا دي. طب انا كنت بستسمح حضرتك يعني لو تحط عينك عليه او تاخد بالك منه عشان ما يتبهدلش.
يلا بيه المامور عايزه. انا مش عايزه. نعم يا اخويا مش عايز منك. جدع انت مش عايز مين؟ ها كنتش فاكرني بقول لك تعالى على دوار العمده ابوك. قوم يلا فز. بقول لك يا جدع انت، انت هنا مسجون تسمع كلام انا هنا وبس، فاهم ولا لا؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اتعفرت عليك وكتفك من ايدك ورجلك وبرك كده هو زي القرد اللي محدش فاهم المامور هناك. يلا ماشي ماشي معايا يا جدع. ماشي بقى ما تقعدش كده، ما تغلطي. ماشي استنى هنا لما نقفل. صبر مكانك هنا لما ادي خبر للبيه المامور. المسجون يا فندم. ادخل ادخل يا مسجون. ياسمين. ايوه ياسمين يا خلف. جايه ليه؟ جايه ليه يا دام؟ ياسمين جايه تزورك يا خلف. ايه؟ أسيبكوا بقى عشان تاخدوا راحتكم. تعبتني وعذبتني ووحشتني قوي يا خلف. كتر خيرك. ما لحقتش تفرح بعروستك. ملياش في الفرح. أنا المفروض أكرهك على اللي أنت عملته فيا. طلقتني واتجوزت شربات، وهربت مني واتجوزت صباح، ودلوقتي اتجوزت فريدة. كل ده وانا لسه مراتك. لا يا بنت الناس، انت مش مرتي دلوك. انا عايز اعرف هو انت ايه اللي مخليك مش طايقني قوي كده يا خلف؟ يا خلف انا لسه بحبك. لا يا بنت الناس، انت مش بتحبيني، انت بتسدد ايدين. وفرت برضو بحبك. ماما قالت لي ان انت جيت لي وقت الولاده وقعدت جنبي تدعي لي كتير، بس سبتني ومشيت. كنت مستنياك تفضل جنبي عشان تواسيني. هو اللي مادة بش ابني وابنك؟ ياريتني كنت اقدر. موته كسر قلبي وهد حالي. ياسمين. ايوه ياسمين يا خلف. جايه ليه؟ جايه ليه يا ابني؟ يا دام ياسمين جايه تزورك يا خلف. ايه؟ اسيبكوا بقى عشان تاخدوا راحتكم. تعبتني وعذبتني ووحشتني قوي يا خلف. كتر خيرك. ما لحقتش تفرح بعروستك. ملياش في الفرح. انا المفروض اكرهك على اللي انت عملته فيا. طلقتني واتجوزت شربات، وهربت مني واتجوزت صباح، ودلوقتي اتجوزت فريده. كل ده وانا لسه مراتك. لا يا بنت الناس، انت مش مرتي دلوك. انا عايز اعرف هو انت ايه اللي مخليك مش طايقني قوي كده يا خلف؟ يا خلف انا لسه بحبك. لا يا بنت الناس، انت مش بتحبيني، انت بتسدد ايدين. وفرت برضو بحبك. ماما قالت لي ان انت جيت لي وقت الولاده وقعدت جنبي تدعي لي كتير، بس سبتني ومشيت. كنت مستنياك تفضل جنبي عشان تواسيني. هو اللي مادة بش ابني وابنك؟ ريتني كنت اقدر. موته كسر قلبي وهد حالي. الله يرحمه. ده انا ظلمتك قوي. انا اللي ظلمتك يا بنت الناس، سامحيني لو تقدري. سامحك
أنا كنت فاكرة إن أنا جاية أدور عليك، تريني بدور على نفسي ولقيتها وأنت السبب. يا بنت الناس أنت اللي جواكي طيب، طبعك هو اللي دلك على الخير. تعرف يا خلف، أول مرة نتكلم مع بعض وإحنا واعيين، كل مرة كنا بنتقابل فيها في حالة مش طبيعية. نتقابل مرة وأنا مجنونة، ومرة وأنا مجنون. أنت مجنون، أنت جننتني. عارف يا خلف، أنا بحس إن أنا وأنت كل واحد مننا راكب قطر غير التاني، بس بنتقابل في محطة، نقول كلمتين كل واحد مننا يروح في سكة. والقطر اللي أنت راكباه مشرك، والقطر اللي أنا راكبه مغرب. ليه؟ ليه بتقول كده يا خلف؟ لأن هي دي الحقيقة اللي لازم تفهميها يا بنت الناس. دي آخر محطة هنتقابل فيها. توكلي على الله. هتوكل على الله، بس المرة دي مش هتعرف تهرب منه. دور عليك تهرب المرة دي، ما تبصيش وراكي، كملي سكتك. هاجي يا خلف، عشان متأكدة انك بريء هاجي ومعايا المحامي يخرجك. ده دين في رقبتي غصب عنك. حد تقدم علشان الإعلان؟ هو احنا يا فندم بطلنا التليفونات او مقابلات، وكأن البلد دي كلها ما فيش فيها شغل. الغريب بقى يا فندم في الموضوع ان اللي عندهم 40 و50 و60 سنه هم اللي رايحين جايين بيسألوا. تمام، عايزه فايل على مكتبي بكل المقابلات وتبلغهم من الانترفيوز خلال اسبوع. تحت امرك يا فندم. اي اوراق تانية عشان تتمدي؟ لا يا فندم. عايزه كوبي عن دول، وعموما بقى اي ورقه تتمدي عايزه نسخه احتفظ بيها. تحت امرك يا فندم. اي امر تاني؟ شكرا. ميرسي، بعد اذنك. طب تمام، جاية لك. مع السلامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. أموت وأعرف إيه حكاية رقم اتنين دي معاك. قتلت اتنين واتجوزت اتنين، وقابلين قالوا ايه؟ جوز الاتنين يا قادر يا فاجر، انت بقى قاتل وفاجر. صدق الله العظيم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ مراتك الاتنين وعمك واخوك، ليه بقى مش عمينك ولا اخينك؟ فهمني. وجايبلك معاهم زيارة مقنعة ريحتها مسمعة لحد المديرية. بس اللي هيجنني، ليه بقى البيل مأمور يسمح بزيارة ده كله؟ استنى عندك يا جدع انت، ايه رايح كده منك لنفسك؟ واقف انا كده اي كلام؟ استنى لما عدى انا عدي. استنى عندك. ماشي خمدوا. يا جوزي، ازاي؟ يا كل دنيتي. الله يخليك. كيفك يا ولدي؟ ازيك فريدة؟ ازيك حسين؟ اقعد اقعد. اعمل ايه يا عمي؟ احنا بخير طول ما انت بخير يا ولدي.
أنا بخير. طمن. أنا بريء. أنا عارف إنك بريء. ربنا إن شاء الله يسهر براءتك. ونعم بالله. هو الحكم العدل. ليه؟ ليه يا خلف سبتهم يتمكنوا منك؟ ليه؟ أمر الله. الحمد لله على كل حال. تاخدي بالك من حالك ومن ولد اللي ببطنك. وانت فريدة خدي بالك من كريم وخديه وسافري. انا هستناك وهتسافر مع بعض. اسمع اللي هقولك عليه. خدي ولدك وشوفي لك بلد تاني. انا قررت ان انا اتنازل عن كل حاجة لحد. ايوه تنازل. ايوه لازم تتنازل. تتنازل ايه؟ ولا خردلة تطلع للتعبين دول. فاهمة؟ انا مش عايزة غيرك. عايزك انت. بعدين دي فلوسك وانا هرجعها لك كلها. دي فلوس ولدك ما يخصنيش منها حاجة. ازاي خلي؟ زي ما بقولك كده. طب خلينا نساومهم بيها. ما ساومش على براءتي. انا بريء وربنا قادر يظهر براءتي. يا والد ابوي بصمتك موجودة على السكينة. ما قصت اقول شفته هو بيقتل. قصدي يا والد ابوي اقول انا مش هشتري براءتي يا حسين. ده اخر كلام عندي. مش عايز حد منكم ياجي يزورني هنا تاني. كل واحد يشوف حاله. فريدة خدي ولدك وسافري. وانت يا صباح تفضل عند عمي لحد ما ربنا يكرمك وتقومي بالسلامة. انت هتفضل قاعد هنا لغاية ما اولد. اديهم اللي هم عاوزينه واخرجوا. قلت اللي عندي وخدوا حاجتكم معاكم. خلف خلف انا طبخلك الاكل ده بايدي وجايبلك في الشنطه دي غيره. خدوا حاجتكم معاكم. سلام. خلف شوفك على خير يا علي. شوفك على خير يا علي. حرام عليك. ده افترى. افترى. ده اسمه بطر على نعمه ربنا. حد يرفض زياره ريحتها مفحفح بالشكل ده يا اخي؟ بلاش عشانك عشان خاطر زمايلك الغلابه دول يا اخي. ايه خلاص معدتك خدت على الاكل الامان يا شيخ خلف. كل حي اضرب حاله. وانت حالك بقى ان شاء الله هتستدعي عفريتك تحضر لك اكل ونجيب لك في اكل بالفنادق. نسالهم يمكن يعرف. يمكن يعرفوا. خش ولما يحضروا لك اكل بدوقهوني. حدوقوا. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس لك ونسبح بحمدك. قال استغفر الله العظيم. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس بحمدك. قال خلاص بقى ما بقاش ورايا غيرك. بقيت مشاورجي ليك انت وحضرة العمدة ابوك. صدق الله العظيم. ايه يا مولانا احضر لك البخور؟
حتتم ستيكة كده على عين عفريت، على حتة ديل تعبان ميت، على ايه تاني؟ على شعريتين من حصان جامد بشدة حيله، وعلى شوية زعفران. ما انت علامه. طيب دي الحاجات عشان نحضر العفريت، ولما نحب نصرف ونجيب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك انا ايش عرفني؟ انت قوم فز يلا كلم الباشا المأمور. والباشا بتاعك عايزني ليه؟ انا ايش عرفني عايزك في ايه يا اخويا؟ هتقوم ولا بجرك زي كل مره وبهدلك وامسح بكرامتك؟ يلا قوم بقى. ادخل. مسجون يا فندم. استنى يا شيخ خلف. دي جايه بواسطه من الناس فوق قوي، شوفها عايزه ايه. مش لايقه عليك هدوم السجن، مغيرك خالص لدرجه انك مش الشيخ خلف. قولي عايزه ايه واخلصي. مش انا اللي هخلص يا شيخ خلف، ده اذا كنت لسه الشيخ خلف. خساره، حقيقي خساره. واحد غيرك كان عنده فرصه يعيش عيشه الملوك، مش يترمي في السجن. السجن أرحم من عيشة ملوك الشر. كأنك أنت بقى ملاك ونازل من السماء. ما خلاص، أنت ناسي؟ ناسي أنك سرقت الناس اللي ائتمنوك على حاجتهم؟ أنا رديت المال لأصحابه. بجد؟ ياه، ده الحب أعمى بصحيح. حبيت فريدة يا شيخ خلف، وهي قدرت تتوهك وتلف عقلك وتخليك عبد ليها. بجد برافو يا فريدة، قدرت تعمل اللي أنا ما قدرتش عليه. بس الشباب والجمال له وزن برضو. كان لازم أطرم لك سنانك صح عشان أخلص الناس من سمك. إيه؟ هترجع تتنطط لي تاني؟ ما خلاص، انت كمان غيرت جلدك لما سم فريدة زحف لقلبك. سم اسمه الحب. يا الرجالة، مهما يعلو سهل قوي حتة عيلة تركحهم وتمرمغ مناخيرهم في التراب. ابعدينا عن عقدك وقولي عايزة ايه. عايزة اقولك ان لسه الفرصة في ايدك. عرفت تبيع السلاح ماشي، خلي فريدة بقى تثبت حبها ليك وتدفع تمن براءتك. معلش تعبك من غير فايدة. أنا سبق وقلت لك إن ليا في كل خراب عفريت، والسجن نفسه خراب، يعني مفيش أسهل من كده. هاتي كل عفريتك، أنا مش خايف. أنا جبت لحضرتك شاي تاني يا هاني. اتفضلي. خليه للشيخ خلف، هيحتاجه أكتر مني. اقنع فريدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت واقع مع ناس شداد قوي. الله، طب ما تحاول. رجعني زنزانتي. انا ما اقصدش اضغط عليك، انا بس خايف عليك وعايز اساعدك. على الاقل ارد بعض جمايلك. لا، جميل ايه اللي أخذت نصيبك اللي ربنا قسمه لك. اسمعني بقى، أنا قريت ملف القضية وعرفت إن الخيط نصبت لك صح، بس اللي أنا مش قادر أفهمه لغاية دلوقتي، أنت ليه صبرت عليهم لغاية ما ورطوك الورطة السودة دي؟ مديت حبالي الشر بس ما جبتش آخر. ربنا يستر. أرجع زنزان. شيخ خلف، مش عايز أي حاجة. ناقصني
وأمورني. سبحة. طب وماله؟ عايزها زمرد ولا كهرمانة ولا إيه؟ لا إلا على مكتبك كفاية. دي؟ بس دي مش قيمتك يا سيدنا. كتر خيرك، دي كفاية. مش محتاج أي حاجة تانية. خدت كفايتي وزيادة. مع السلامة مولانا. الله يسلمك. ايه يا عم ده ايش ايش ايش؟ انا شايف البيه المأمور بتاعنا مهتم بيك قوي. تكونوش بلديات؟ لا. تكونش يعني قضيت له مصلحة ولا حاجة؟ كان مأمور مركز في بلدنا. كده بانت بقى، يبقى المصلحة أكيد كانت كبيرة. كان في يدي إيه أعمله له؟ طب يا أخي بلاش تعمل له هو، اعمل للهانم اللي جات لك لحد عندك. كلام الحريم ما يلدش غير على الحريم. استنى هنا، رايح فين؟ أقف عندك. أنت سايبني وماشي؟ ماشي يا سي خلف. أوعى تكون فاكر إن الباشا المأمور اللي قاعد جوه ده ممكن يعمل لك حاجة. لا، ده كبيره هنا الساعة 7. خش. سمعت انا قلت ايه؟ الباشا اللي مدلعك كبيره هنا الساعة 7، ومن 7 بقى بالليل لـ7 الصبح العبد لله ملك العنبر ده كله. وما اقولكش على الليل هنا شكله ايه؟ مليان شياطين، اسخن من الشياطين اللي انت بتحضرها. اللي قتل 2 ما تفرقش معايا، قابل وجه كريم وهو قاتل 10. انت بتهددني يا مسجون انت؟ ابعد عن سكتي، ابعد عن سكتي. ماشي، ومعادنا الليلة. انا هعرفك ازاي تجرب تهدد الصول مجاهد. انت اللي اخترت. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وبركة طهارتك وعظم جلالك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. اللهم أنت غياثي فبك أغوث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ. يا من زلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك في ليلي ونهاري ونومي وقراري. لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك، فاصرف عني شر عبادك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
ايه ده؟ ايه ده؟ يعني كل الزنازين دي مفتوحة الا دي؟ تعالى افتح الزنزانة دي. حاضر يا فندم. حاضر. عماد بيه؟ كل المجزرة اللي برا دي وانت نايم لي يا شيخ خلف؟ مجزرة ايه يا عماد بيه؟ الزنازين مقفولة من سبعة، مش كده حارس صلم جاد؟ زنزانتك انت بس اللي مقفولة يا شيخنا. يبقى ما نمشي ليه؟ عندك حق. اتفضل نام. اتفضل. سبعة لسبعة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاهد. أيوة يا فندم. أنت وكل النبطشية تتحولوا لتحقيق. حاضر يا فندم. ودول ابعتهم لي على المستشفى. حاضر يا فندم. ده أنتوا سنانكوا سودا. عايز ايه؟ واضح ان الشيخ خلف لسه مأثر عليكي. ساحرني. تصور انت كان عندك حق. اصل انا اكتشفت ان هو ساحرني فعلا. تصور ان هو رفض يشتري ورقته منك. عمرك انت يا حاتم شفت سحر اشد من كده؟ اكيد لا. السحر ده انت وزهرة واللي زيكم ما تعرفوهوش، عشان ما فيهوش كذب ولا غش ولا خداع ولا انانيه. اوكي اوكي اوكي. خلي بقى السحر الابيض بتاع شيخ خلف ده ينفعه لما عشماوي يعلق له حبل المشنقه حوالين رقبته. بقول لك ايه، وحياة ربنا يا حاتم لو انا شفتك في سكتي مره تانية لا اقتلك، فاهم؟ انت يا فريده مش اتسحرتي بس، انت اتجننتي كمان. باي باي يا فريده. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه الوكل ده؟ لو مش حبك نغيره. ده وكل السجن اللي تؤمر بيه يا باشا. أقرب منك ليه؟ بس لحد هنا. ده صبر مدى الحياة، قتل مع سبق الأرصاد والترصد. وده قرب يالا، صابر إلى الأبد، جلب مخدرات. وأنا صابر على ابتلائه وطمعان في رحمته ومغفرته. تحت امرك يا مولانا في اي وقت. نيجي ننضف لك الزنزانه ونغسل لك الغسيل ونعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. بتطبخوا هنا كمان؟ كل حاجه موجوده ان شاء الله. تحب حضرتك نجيب لك موبايل؟ لا 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 لا، مش عاوز خدمه من حد. انا جاي متبارك بس يا مولانا. تتباركوا؟ الصول مجاهد ما قالكوش تهمه ايه؟ تهمه القتل. قتل اتنين. ولا ده اللي خلاكم جايين تتباركوا؟ ايوه بس ما يصحش يا مولانا. مش عاوز خدمه من حد. يلا اتفضلوا. يلا اختفي اختفي من دكتور. يلا تعالى خلي مولانا يعني ياكل براحته. تعالى اقبل حضرتك. شيل الوكل يا مولانا، ما ينفعش برضه حضرتك تاكل. شيل الوكل. حاضر حاضر. طب دوق ده الطعميه سخنه. مجاهد
افندم. القضية ما فيهاش ولا شاهد على الجريمة، والدليل المادي الوحيد الموجود في القضية دي هو بصمة خلف على المطوة المستخدمة في القتل، وحسب أقوال خلف نفسه إنه تم تخديره من قبل الست اللي اسمها زهرة دي وشوية العيال البلطجية اللي معاها. وزهرة دي هتقتلهم ليه؟ أي الثغرة دي مش واضحة، لأن حسب المعاينة المبدئية للنيابة إن هما لقوا في مكان الحادث شوية فلوس كده حوالي 200 جنيه تقريبا، يعني الدافع للقتل ضعيف جدا مش كده؟ الأمل، كل الأمل بقى في تقرير الطبيب الشرعي. أنا حاسس إن هيبقى وراه خير كبير قوي. يعني كده براءة؟ مش بالبساطة اللي حضرتك متخيلها دي، لأن كون خلف شغال في الساحر والدجل والشعوذة ده بيضعف موقفه في القضية خالص، وبيخلي القضاة يبقوا ميالين لأقوال النيابة. طب والحل؟ الحل ان احنا ندور على حد من الزباين اللي كانوا بيترددوا على خلف ويتحولوا الى شهود نفي. طب ودول هنجيبهم ازاي؟ انا اشهد. ما ينفعش، حضرتك كنت مراته وشهادتك مجروحة. سيبينا نفكر شوية، بس قبل ده كله خلف لازم يعمل لي توكيل بالدفاع عنه، لان لحد دلوقتي بشتغل ودي. خلاص احنا نروح نزوره، بس يا ريت يرضى. يا شيخ خلف انت لازم توافق، قضيتك صعبة ومحتاجة الأستاذ مختار. وهو أنت لو موافقتش هفضل ننطلك هنا كل يوم، وعماد بيه هيوافق. هو أنت عايز ننطلك هنا كل يوم؟ نوافق كل أمر الله. شفت حد بيكرهني قد الشيخ خلف؟ غلطانة يا ياسمين هاني، ده مفيش أي حد في الدنيا يخاف عليك قد الشيخ خلف. صح، بتخاف عليا؟ نمضي فين يا أستاذ مختار؟ امضي هنا، وبعد إذن عماد بيه عاوزين نقعد لوحدينا شوية عشان تحكي لي كل حاجة عن القضية. آه طبعًا، عن إذنكم. قلتم خلف هيساوم على براءته وفريدة هتدفع. لا صار هوك ولا هوك. احنا كنا سذج يا شيخ كريم، كنا فاكرين خلف ورا كل اللي حصل، لكن الحقيقة فريدة هي اللي خططت وعملت كل ده، وقعت فيها خلف وعشمته بالجواز وخلته يسرق السلاح ويبيعه لحسابها. فريدة ضحكت علينا كلنا، خدت تركة أدري وشركاته والسلاح، خدت كل حاجة. قلتم خلف هيساوم على براءته وفريدة هتدفع. لا صار هوك ولا هوك. احنا كنا سذج يا شيخ كريم، كنا فاكرين خلف ورا كل اللي حصل، لكن الحقيقة فريدة هي اللي خططت وعملت كل ده، وقعت فيها خلف وعشمته بالجواز وخلته يسرق السلاح ويبيعه لحسابها. فريدة ضحكت علينا كلنا، خدت تركة أدري وشركاته والسلاح، خدت كل حاجة. هو احنا مش هنخلص بقى يا مامي؟ معلش يا حبيبي، الشركة محتاجة موظفين وفي تخصصات كتيرة محتاجة تتملي. لازم لما خلف نخرج ان شاء الله يلاقينا انا وانت ناجحين ومحققين ارباح للشركة. عارف انا بفكر اعمل ايه؟ بفكر ان انا اسجل الشركة في البورصة. طبعا انت مش فاهم اي حاجة من اللي انا بقوله بصراحة. لا طيب، عارف انا بقولك كده ليه؟ ايه؟ عشان الشركة دي شركتك انت وفلوسك، وانت لازم تبقى فاهم كل حاجة. تمام؟ تمام. الأستاذ خالد رمضان؟ تفضل.
اللي بعده يا فندم؟ اه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ السلام عليكم يا هانم. ليه كلمتين معاك. حضرتك مين؟ كارم رحومة أو كريم رحومة. شريك المرحوم جدرف. نقدر نتكلم براحتنا؟ حضرتك تحب تشرب حاجة؟ قهوة سادة. قهوة سادة يا مجدة. كريم ابن المرحوم جدري؟ أيوة. ربنا يحفظه لك من كل سوء. إن شاء الله يحفظه. هو حضرتك عايز إيه؟ الشيخ خلف باع السلاح وبتمنه سد الديون المجموعة دي كلها وحط كمان فلوس في حسابك. البيعة دي لأن فيها النص. صحيح خلف ده رماها بالرخيص لكن أهو اللي صار. الشيخ خلف في السجن. مفتاح براءته في يدي. أنا حاولت أكلمه كتير في الحكاية بس هو رافض. راجل زين لكن واجبك أنت تخلصيه. والمطلوب؟ حصة في المجموعة. قد إيه؟ أنا مش طماع. السلس. وليك حق الإدارة. وأنت بسم الله ما شاء الله عملت حاجات كتير في الشركة. مشيتي مديرين قدام وجبت شباب مطرحهم وكل يوم بتعيني في شباب. مش هترد عليا دلوق. شوري وادرسي واسألي. معاكي أسبوع. سلام عليكم. مامي الراجل ده مش كويس. هو خلف هيجي امتى؟ تعالي يا حبيبي ما تخافش مفيش حاجة هتحصل ان شاء الله. خلف هيرجع قريب قريب قوي ان شاء الله ان شاء الله. استاذ عم الشيخ خلف يا فندم. اتفضل اتفضل. شكلي كده هأجر لك المكتب. عد الجمايل. ما سافرتيش ليه؟ مش قلت لك تسافري؟ انت مش كادني. الناس دي هيأذوك انت وكريم. خلف في حاجة حصلت النهاردة وانا محتاجة اقولها لك بس والنبي تسمعني للآخر. اصلا انا لقيت الحل. في واحد النهاردة جالي المكتب وقال لي ان اسمه كريم رحوم وان هو كان شريك قدري وان هو عارف انك بعت السلاح اللي كان في المخزن وسددت ديون المجموعة وهو قادر ان هو يطلعك براءة. هو قال لي كده. وهياخد ايه؟ مش مهم بقى. مش مهم ياخد ايه. ياخد اللي ياخده. ياخد كل حاجه. المهم انت تطلع بره. عايز اعرف هياخد ايه؟ خلف علشان خاطري. هياخد ايه؟ هياخد 30% من راس مال المجموعه. لو حط رجله في المجموعه هيطردك انت وكريم. اياك توافقي. اعمل ايه؟ أصله بيهددني يقتل كريم. تاخدي كريم وتسافري دلوقتي قبل بكرة. إزاي؟ وأسيبك؟ ما أقدرش أسيبك.
أنا السبب في كل حاجة حصلت لك يا خلف. فريدة، لو لينا نصيب مع بعض هنتقابل تاني. لا ما تقولش كده علشان خاطري. يلا علشان خاطري يا خلف. سلمي على كريم. طب خلف أنا هستناك هستناك. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. يا عز على المجروح يقول مجروح يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تهنش. إيه ده؟ انتوا ازاي تدخلوا الفيلا كده بالعافيه؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ قول للهانم ان الشيخ كريم. الهانم سافرت وخدت معاها كريم بيه. سافروا؟ سافروا وين وامتى؟ من ساعه وما لقتش رايحه فين. ساعه؟ خش يا ود انت وهو اجيب الفيلا على فين؟ ادخلوا فين؟ ادخلوا فين؟ اقعد يا ود على جنب. بديل ما خلي جتتك كل حته فيها في ناحيه. خش على كمبيوتر شركات الطيران. نريد ونعرف. فريدة منصور أحمد وكريم كمال قدري سافروا وين وإمتى؟ بسرعة وكلمني. مساء الخير معالي الباشا، نريد خدمة من سعادتك. فريدة منصور اللي حجتنا عنديها سافرت وما نعرفش وين وإمتى، نريد نعطلوا الطيارة. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك لينا يا رب. مع السلامة يا باشا، مع السلامة. يا ناش دورت كويس؟ دور ثاني وكلمني بسرعة. هدي يا بنتي، انت هنا تحت جناحنا، محدش يقدر يمسك. متشكرة قوي. بس يا عم جاد أرجوك، أنا محتاجة إنك تكلمه وتقنعه، أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزاه يخرج. دي فلوس ملعونة، مش هتجيب غير الخراب. اديها لهم يا مرت أخوي علشان تخرب عليهم. نروح له يا بنتي. خش أنت نامي وارمي حمولك على الله. تفضل، تفضل يا شيخ خلف. خد راحتك على الاخر خالص في الزيارة، ولا يهمك ساعة اتنين، خد راحتك. ساعة ما تعوزني اي عسكري من اللي جوه دول قول له بس الصول مجاهد. كتر خيرك. الخير خيرك. اتفضل اتفضل. ولدي ولدي بعد هالك يا ولد، هتفضل قاعد هنا وتبعت لي في حريمك. يا فريدة عندك؟ أنا قلت لها تاخد كريم وتسافر. قلبها ما طوعاش وجت قعدت معانا. دول ضرار يا ولد أبوي. لا يا ولدي، حق ربنا التنين سمنة على عسل زي الإخوات. الحمد لله كلك خير يا عمي. وفريدة صلبت دماغها إنها تتنازل. لا يا عم، انا قلت ولا خردل. ما بلاش مخك الناشف دي. اقبل يا ولدي واطلع عيش مع اهلك وناسك وريح قلبك وقلبي، وكفاياك الهم والغم اللي انت عايش فيه اللي مش عايز يفرقك. فرقه انت يا اخي. وبشر الصابرين يا عمي، وبشر الصابرين. انا قلت لك مش هتلاقي منه فايده. هو طول عمرك دي عيدور على النكد بمنقاش. خليك فرحان مخك الناشف ده لحد ما يعدموك. النطق سعد، الله يخرب بيتك. انا قلت اللي خلصني قدام ربني. طمن قلبك يا ابن ابوي، انا بريء. واذا كان قانونهم ظالم يا ولد ابوي، قانون ربنا اقوى. ربنا هو الحكم، هو العدل. الست تشكر على اللي قالته،
بنت أصلب صحيح، لكن ده ما يرضيش حد أبدا. بعد كل الشجا ده ترموا كل حاجة لقريب، والله ما يحصل أبدا. اسمعوا كلامي يا خال، جد مطالب بنجله لسجن أسيوط، والباقي علي أنا. سلمان يا ولدي، اللي عملته مرت ولدي هو عين العقل، لأن لو خلف هرب من الحكومة هيفضل كريم حاطط السكينة على رقبتها هي ولدي. نفكر ندورها كيف؟ تعبتك كتير. أنا مش هسيبها غير وأنت براء. من بقك لباب السما كتر خيرك يا أختي. إن القضية المنظورة أمام حضراتكم ليست فقط قضية قتل للمجني عليهما متولي وزنهم، فحسب ما ورد في أوراق القضية هي لا تحتاج إلى المرافعة، لأن كل الأدلة المادية بما فيها المطوع الموجودة في أحراز القضية تثبت أنه ليس هناك أي مجال للشك في أن المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله هو الذي قام بارتكاب الجريمة. ولكن يا سادة، الجريمة الأخطر هو قيام هذا المتهم باستغلال الناس وبممارسة جريمة السحر والدجل والشعوذة. خلف مش دجال، خلف ما يعرفش غير كلام الله وأمره ما مسك غيره. كلمة ثانية طلعك بره. سامعة؟ ده بفضل. أرى يا حضرات المستشارين أن الجريمة الأخطر من جريمة القتل هو استغلال هذا المتهم لمعاناة البسطاء من الناس، فقد أوهمهم هذا المتهم بأنه يملك في يده مفاتيح الخير والصحة والسعادة لهم، خدرهم باستغلال أحلامهم. هذا ما فعله هذا المتهم، وللأسف صدقوه فاستغلهم وسلبهم كل ما يملكون. الكلام ده كده، أنا عمري ما أزيت حد جه لحد بابي أو رحت أنا لحد بابه. في محامي موجود يدافع عنك. كلمة تانية وأحرمك من حضور الجلسة. النيابة اتفضل. هذا المتهم وكل من يدور في فلكه الجهنمي يستغل جهل الناس بحقيقة الدين ويوهمهم أنه يريد الخير لهم، وهو في حقيقة الأمر يريد أن يتغذى على دمائهم، فهو وأمثاله كالخفافيش لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في الكهوف المظلمة، فأعينهم لا تستطيع أن ترى نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بتقول عليها لسه في شحورها مستنيه نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوجع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم قبل ما يسوقونا زي الغنم للهلاك. وبعدين معاك. النيابة اتفضل تكمل. أطلب من عدالتكم تطبيق المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات
حتى يكون هذا المتهم أمثاله عبرة لمن تخول له نفسه أن يعبث بعقول وأحلام الناس باسم الدين. أطالب عدالتكم بتطبيق أقصى عقوبة، الإعدام شنقا. حكموهم هم، ما تحكمونيش أنا، أنا بريء. أنا عمري ما قتلت ولا اعتديت ولا غشيت ولا سديت بابي في وش حد. أنا مديت يدي لخلق الله أدعي لهم بالرحمة والمغفرة. ولدي مظلوم، ده حافظ كتاب الله وبيعمل بيه، حرام عليكم. أطلب من عدالتكم إعطائي أجل لحين استكمال دليل النفي عن وجود البصمات على أداة الجريمة وبكامل وعي المتهم، حيث أن هذه البصمات تم رفعها بواسطة الطب الشرعي. هذه البصمات تمت على غير إرادة ووعي موكلي. تؤجل القضية لجلسة 30/6. رفعت الجلسة. محكمة! أيوة عم جاد. ها طمني. طب هو كويس؟ بقول لك انا محتاجه اروح الجلسه الجايه. لا لا ما ينفعش، لا لازم انزل واشوفه. كريم هيجرى له ايه؟ اهو كويس ما. وانتم مخليين بالكم منه، انا محتاجه اشوف خلف. عم جاد ما هو مش كل حاجه ينفع اعملها على الفاكس والايميل، محتاجه اشوفه ومحتاجه اكلم ناس هناك. ارادت النيابه ان توجه لموكلي تهمتين هو منهما براء. الأولى هو قتل المجني عليهما متولي وزينهم، وقدمت لعدالتكم دليل الإدانة الوحيد في هذه القضية، ألا وهو السكين المستخدم في هذه الحادثة. نجد أمامنا عدة طعنات طعن بها متولي، وتهشم بالرأس، وذبح من الرقبة لزينهم، وأن قوة تنفيذ الطعنات والضرب على الرأس مختلف تماما، مما يدل على أن هناك آخرون في الجريمة، وهذا يثبت براءة موكلي من كل التهم المنسوبة إليه في هذه الجريمة. أنا قدمت يا شيخ كريم لحبل المشنقة على طبق من فضة. وهناخد إيش من حبل المشنقة؟ أنتوا الاثنين بتفكروا في المشكلة ببساطة، لكن العواقب محدش فيكم يعرف حدودها. حبل المشنقة ده يا شيخ كرايم هيهز كيان فريدة، هيخليها تيجي راقعة تحت رجلنا وتنفذ كل اللي احنا عاوزينه منها. المهم اننا نخلص من المشكلة بسلام. الحكاية مش حكاية صفقة سلاح زي ما الكل فاهم، لا، دي حكاية وراها روس كبيرة تعدي حدودنا. دي صفقة دول يا حاجة زهرة. امال يعني مرمطتني قصادهم وفهمتني ان هم دول صحاب البضاعة كانوا ايه يا شيخ كريم؟ مسألة اكبر من تفكيرك يا حاتم بيه. ربنا يستر في اللي جاي. يا خسارة، انا في حياتي كلها ما شفت حد بغباء الشيخ خلف ده. كان ممكن يفتح كنوز الملك سليمان نفسه. اللي انا متأكد منه دلوقتي إن زمان فريدة قاعدة في مكان تبع الشيخ خلف وبتدير الشركة من هناك بالتليفون. أحسن لها تتصل، لأن أكتر من هوك هولع لها في الشركة والمصانع كلها. حد يولع في ماله برضو؟ ده مالك وإحنا معاك يا شيخ كريم، كل حاجة تفكر فيها إحنا معاك. دي العصايه والسبحه بتوع خلف، انا خبيتهم، لقيتهم ساعه الحادثه، خفت يكون ضربهم بيها. انا عارفه ان الحاجه دي ممكن تكون السبب في ان خلف يتحكم عليه، بس عشمي في ربنا كبير، وقلبي حاسس كده ان الحاجه دي يمكن تكون سبب براءته. انت كده غلطتي غلط كبير قوي، لانك ارتكبتي جريمتين، جريمه اخفاء ادله وجريمه عبث بمسرح الجريمه. يا بنتي انت بتقول ايه يا استاذ؟ يعملوا اللي يعملوه،
ان شاء الله حتى يعدموني، بس خلف ياخد براء. شوفي بقى، انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي حاجه واحده بس، ان انا اخد الحاجات دي واروح بيها الاسم، اعمل بيها محضر رسمي يحولوها للنيابه وبعدين المعمل الجنائي، وبعدين نستنى بقى نشوف ايه النتيجه. ليس امامنا سوى ان نستمع الى موكلي ليشرح لنا كيفيه وقوع هذه الجريمه، فلتسمح لي المحكمه ان استجوبه امامكم. جاوب على الاسئله خلف الله باختصار. تفضل يا استاذ. ايوه انا متاكده ان حاتم عرفني، انا هسبقكم على الاوتيل، افضلوا جنبي بس من بعيد. متاكد انها هي؟ ايوه طبعا، هو انا هتوه عن فريده. انا كنت متاكد ان هي في مصر وما سافرتش. لما سالت هنا يبقى هنجيبها. هتمشي وين؟ ممكن يا خلف الله تشرح لنا الجريمه دي تمت ازاي؟ ليله الحادثه انا رحت سامحني يا سيدنا، سامحني يا سيدنا، سامحني يا سيدنا اخر مرة. يظهر بوضوح يا سادة أن السيدة الغامضة التي تجاهلت النيابة استدعاءها قامت هي وبلطجيتها بتخدير موكلي واستخدام عصاتي في الجريمة، كما قاموا أيضا بضرب زنهم واستخدام المطوة في نفس الجريمة، واختفت العصا كما اختفت المطوة المستخدمة في قتل الضحيتين، لتظهر بعد ذلك فجأة أمام باب مكتبي، وقمت بدوري بتسليمها للقسم في محضر رسمي، وقاموا بتحويلها للنيابة ثم إلى المعمل الجنائي. هذه العصا
تفوق في أهميتها المطوة المستخدمة في هذه الحادثة، وسوف يتأكد لعدالتكم أن هناك بصمات أخرى غير مطابقة لبصمات موكلي وبصمات المجني عليهم، مما يقطع بصحة شهادة موكلي من أن هناك جناة آخرين هم الذين ارتكبوا هذه الحادثة. تؤجل الجلسة لحين ورود تقرير المعمل الجنائي. روح بعد الجلسة. إن شاء الله براءة والد. براءة إن شاء الله يا خلف. إن شاء الله براءة والد. يا لطيف اللطف يا رب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اطب بينا يا كريم. مبروك يا عمي، مبروك. الحمد لله. بسم الله والولد. اللهم صل على النبي. ودي القمر يا عم. ابعد ابعد ابعد، لا تخلع الواد، ابعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شبح حسن. ايوه يا باشا، تمام تمام حضرتك، مظبوط يا فندم. اه موجود سعادتك، موجود. نسلمه. حاضر تمام يا فندم، تمام. اتفضل. اه وصل يا فندم، تمام سعادتك. حالا حالا، مع السلامة. فضله يا سيد الناس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خلي بالك منه، ربنا يحفظك يا فضل الله. بكره يا اخويا تخرج له بالسلام وتاخده في حضنك وتحفظه كتاب الله يا رب ان شاء الله. فريده بالعافيه منعناها النتيجه، كريم وحاتم شافوها الجلسه اللي فاتت. خير ما عملته. محكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق العدل. ان وقائع الدعوه المعروضه بالقضيه رقم 56734 وبدراسه اسبابها وما ارفق بها من احراز ومستندات، وبعد الاطلاع على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله إلى مفتي الديار المصرية. إني ليا في كل خراب عفريت. بس ما طلتوش حاجة، أنا مستنيها من زمان. إن جاب الوجه كريم. ما تقلقوش يا جماعة، القضية لسه ما خلصتش، لسه في نقض. واللي خلق الخلق يا أستاذ، لو خلف ولد خالي جرى له حاجة لا هيطير فيها رجال. وأنا هقدم تظلم بعد جلسة نقض بالحب عشان نحدد جلسة للنقض بأسرع وقت. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بيقول عليها لسه مش حوره، مستنيه نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوقع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم. واكيد يا فندم المحامي بتاعه هيقدم نقض. الشكل ده الشيخ خلف بقى خطر علينا جدا، بقينا مكشوفين له. عشان كده لازم نخلص منه.
اتفضل سعادتك. اقفل لي الباب ده. حاضر. خير يا احمد بيه؟ للاسف يا مولانا رفض النقد والمفتي صدع الحكم. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. انت تسمع اللي انا هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد، فاهم ولا لا؟ خد دول اضربهم في شويه ميه واشربهم. ايه ده؟ دي خلطه بيعملوها المساجين اللي هنا بتخليهم يتعبوا ويبقوا كانهم هيموتوا. احنا بقى بنحولهم على المستشفى، وفي المستشفى 100,000,000,000 حاجة ممكن تحصل. عايز نهرب يا عماد بيه؟ يا مولانا يا مولانا احنا ما نضمنش الظروف ولازم ناخد احتياطنا. ايوه بس اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. وربنا خلق لك فرصة للهروب اهو، نقول له لأ؟ اسمع اللي بقول لك عليه، مفيش وقت. يعني لو هربت ده هينجيني من الموت. أنت مش عارف لو قعدت هنا ممكن يجرى لك إيه؟ انت في 100,000,000 عين عليك. عماد بيه مش معقول الواحد يهرب من النور عشان يقضي بقيه حياته في الظلم، وكل خطوه ناحيه الموت بتقربني من ربنا سبحانه وتعالى. كان سلمان اللي هو عنده باقي السلاح من على البار بس، لكن صناديقهم صعيبه دي مش بالسهل. انت عايزه يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. شيخ فضل انا ما ازنكش، أنا حبيت. هو الحب ذنب؟ الحب له ألف باب. أنا دخلت من الباب اللي لقيته مفتوح قدامي. وكان فين عجلك يدل قلبك على الطريق الصحيح؟ ليه؟ أنا ضليت الطريق. أنت انشغلت بالحياة عن واهب الحياة. فين سبحتك؟ فين عصايتك؟ ضاع. ضاع مع روحك يا خلف. شيخ فضل أنا لجأت إليك والأولياء الله، اتمنيت تاخدوني معاكم، ردتوني لأن لسه ما كانش الأمر الإلهي جه، وكل شيء بيد الله. ولما جه الأمر أنت رفضت الموت وتمسكت بالدنيا. لأني حسيت إن نصيبي من الدنيا قليل.
مش ده كان طلبك؟ انت اللي اخترت. اخترت ايه؟ اخترت الدنيا دلوقتي. مش عاوز حاجة. حملت أمسي وغدي وسرت نحو الموعد حتى وصلت شاطئا يهمس بالتشهد وترتوي آفاقه بالنور والتعبد. فقلت طيري واصعدي يا نفس حان موردي، فأجهشت وانتفضت بلحنها الممرد. نزعت ذاتي وانتهت حقيقتي إلى الأبد. يا رب لك الصلاة والحمد من كل الحياة. الحمد لله. من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك. الحمد لله. يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك. الحمد لله. تمام سعادتك. ولا قوة إلا بالله. المحكوم عليه مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مكتوب لك تموت يا شيخ خلف، بس ما تتعدمش. علم يا ولد ابوي. جنون ربنا اقوى. ربنا هو الحكم، هو العدل. الست تشكر على اللي قالته. بنت اصل بصحيح. لكن ده ما يرضيش حد ابدا. بعد كل الشجا ده ترمي كل حاجه لقريب. والله ما يحصل ابدا. اسمعوا كلامي يا خال. جد مطالب بنجله لسجن اسيوط، والباقي علي انا. سلمان يا ولدي، اللي عملته مرت ولدي هو عين العقل. لان لو خلف هرب من الحكومه هيفضل كريم حاطط السكينه على رقبتها هي ولدي. نفكر ندورها كيف. تعبتك كتير. انا مش هسيبها غير وانت براء. من بقك لباب السما كتر خيرك يا اختي. محكمة! إن القضية المنظورة أمام حضراتكم ليست فقط قضية قتل للمجني عليهما متولي وزنهم، فحسب ما ورد في أوراق القضية هي لا تحتاج إلى المرافعة، لأن كل الأدلة المادية بما فيها المطوار الموجودة في أحراز القضية تثبت
أنه ليس هناك أي مجال للشك في أن المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله هو الذي قام بارتكاب الجريمة. ولكن يا سادة، الجريمة الأخطر هو قيام هذا المتهم باستغلال الناس وبممارسة جريمة السحر والدجل والشعوذة. خلف مش دجال، خلف ما يعرفش غير كلام الله وعمره ما مسك غيره. كلمة ثانية طلعك بره، سامعة؟ ده اتفضل. أرى يا حضرات المستشارين أن الجريمة الأخطر من جريمة القتل هو استغلال هذا المتهم لمعاناة البسطاء من الناس، فقد أوهمهم هذا المتهم بأنه يملك في يده مفاتيح الخير والصحة والسعادة لهم، خدرهم باستغلال أحلامهم. هذا ما فعله هذا المتهم، وللأسف صدقوه فاستغلهم وسلبهم كل ما يملكون. الكلام ده كده، أنا عمري ما أزيد حد جه لحد بابي أو رحت أنا لحد بابي. في محامي موجود يدافع عنك. كلمة تانية وأحرمك من حضور الجلسة. النيابة اتفضل. هذا المتهم وكل من يدور في فلكه الجهنمي يستغل جهل الناس بحقيقة الدين ويوهمهم أنه يريد الخير لهم، وهو في حقيقة الأمر يريد أن يتغذى على دمائهم، فهو وأمثاله كالخفافيش لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في الكهوف المظلمة، فأعينهم لا تستطيع أن ترى نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بتقول عليها لسه في شحورها مستنيه نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوجع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم قبل ما يسوقونا زي الغنم للهلاك. وبعدين معاك. النيابة اتفضل تكمل. أطلب من عدالتكم تطبيق المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حتى يكون هذا المتهم أمثاله عبرة لمن تخول له نفسه أن يعبث بعقول وأحلام الناس باسم الدين. أطالب عدالتكم بتطبيق أقصى عقوبة، الإعدام شنقا. حكموهم هم، ما تحكمونيش أنا، أنا بريء. أنا عمري ما قتلت ولا اعتديت ولا غشيت ولا سديت بابي في وش حد. أنا مديت يدي لخلق الله أدعي لهم بالرحمة والمغفرة. ولدي مظلوم، ده حافظ كتاب الله وبيعمل بيه، حرام عليكم. أطلب من عدالتكم إعطائي أجل لحين استكمال دليل النفي عن وجود البصمات على أداة الجريمة وبكامل وعي المتهم، حيث أن هذه البصمات تم رفعها بواسطة الطب الشرعي. هذه البصمات تمت على غير إرادة ووعي موكلي. تؤجل القضية لجلسة 30/6. رفعت الجلسة. محكمة. أيوه عم جاد. ها طمني. طب هو كويس؟ بقول لك انا محتاجه اروح الجلسه الجايه. لا لا ما ينفعش، لا لازم انزل واشوفه. كريم هيجرى له ايه؟ اهو كويس وانتم مخليين بالكم منه. انا محتاجه اشوف خلف. عم جاد ما هو مش كل حاجه هينفع اعملها على الفاكس والايميل، محتاجه اشوفه ومحتاجه اكلم ناس هناك. ارادت النيابه ان توجه لموكلي تهمتين هو منهما براء. الأولى
هو قتل المجني عليهما متولي وزنهم، وقدمت لعدالتكم دليل الإدانة الوحيد في هذه القضية، ألا وهو السكين المستخدم في هذه الحادثة. نجد أمامنا عدة طعنات طعن بها متولي، وتهشم بالرأس، وذبح من الرقبة لزنهم، وأن قوة تنفيذ الطعنات والضرب على الرأس مختلف تماماً، مما يدل على أن هناك آخرون في الجريمة، وهذا يثبت براءة موكلي من كل التهم المنسوبة إليه في هذه الجريمة. أنا قدمت يا شيخ كريم لحبل المشنقة على طبق من فضة. وهناخد إيش من حبل المشنقة؟ أنتوا الاثنين بتفكروا في المشكلة ببساطة، لكن العواقب محدش فيكم يعرف حدودها. حبل المشنقة ده يا شيخ كريم هيهز كيان فريدة، هيخليها تيجي راقعة تحت رجلنا وتنفذ كل اللي احنا عاوزينه منها. المهم اننا نخلص من المشكلة بسلام. الحكاية مش حكاية صفقة سلاح زي ما الكل فاهم، لا، دي حكاية وراها روس كبيرة تعدي حدودنا، دي صفقة دول يا حاجة زهرة. مال يعني مرمطتني قصادهم وفهمتني ان هم دول صحاب البضاعة؟ كانوا ايه يا شيخ كريم؟ مسألة أكبر من تفكيرك يا حاتم بيه، ربنا يستر في اللي جاي. يا خسارة، أنا في حياتي كلها ما شفت حد بغباء الشيخ خلف ده، كان ممكن يفتح كنوز الملك سليمان نفسه. اللي أنا متأكد منه دلوقتي إن زمان فريدة قاعدة في مكان تبع الشيخ خلف وبتدير الشركة من هناك بالتليفون. أحسن لها تتصل، لأن أكتر من هوك هولع لها في الشركة والمصانع كلها. حد يولع في ماله برضو، ده مالك؟ وإحنا معاك يا شيخ كريم، كل حاجة تفكر فيها إحنا معاك. دي العصاية والسبحة بتوع خلف، أنا خبيتهم، لقيتهم ساعة الحادثة، خفت يكون ضربهم بيها. أنا عارفة إن الحاجة دي ممكن تكون السبب في إن خلف يتحكم عليه، بس عشمي في ربنا كبير، وقلبي حاسس كده إن الحاجة دي ممكن تكون سبب براءته. أنت كده غلطتي غلط كبير قوي، لأنك ارتكبتي جريمتين، جريمة إخفاء أدلة وجريمة عبث بمسرح الجريمة. يا بنتي أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ يعملوا اللي يعملوه، ان شاء الله حتى يعدموني، بس خلف ياخد براءة. شوفي بقى، انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي حاجة واحدة بس، ان انا اخد الحاجات دي واروح بيها القسم، اعمل بيها محضر رسمي يحولوها للنيابة وبعدين المعمل الجنائي، وبعدين نستنى بقى نشوف ايه النتيجة. ليس امامنا سوى ان نستمع الى موكلي ليشرح لنا كيفية وقوع هذه الجريمة، فلتسمح لي المحكمة أن أستجوبه أمامكم. جاوب على الأسئلة خلف الله باختصار. تفضل يا أستاذ. أيوه، أنا متأكدة إن حاتم عرفني، أنا هسبقكوا على الأوتيل، افضلوا جنبي بس من بعيد. متأكد إنها هي؟ أيوه طبعاً، هو أنا هتوه عن فريدة. أنا كنت متأكد إن هي في مصر وما سافرتش. لما سألت هنا يبقى هنجيبها. هتمشي وين؟ ممكن يا خلف الله تشرح لنا الجريمة دي تمت إزاي؟ ليلة الحادثة أنا رحت سامحني يا سيدنا، سامحني يا سيدنا، سامحني يا سيدنا آخر مرة، آخر مرة. أخذت
اقتلهم اقتلهم يا ولد الجبال يا ولد روحهم اقتلهم. السيدة الغامضة التي تجاهلت النيابة استدعاءها قامت هي وبلطجيتها بتخدير موكلي واستخدام عصاتي في الجريمة، كما قاموا أيضا بضرب زنهم واستخدام المطوة في نفس الجريمة، واختفت العصا كما اختفت المطوة المستخدمة في قتل الضحيتين لتظهر بعد ذلك فجأة أمام باب مكتبي، وقمت بدوري بتسليمها للقسم في محضر رسمي، وقاموا بتحويلها للنيابة ثم إلى المعمل الجنائي. هذه العصا تفوق في أهميتها المطوة المستخدمة في هذه الحادثة، وسوف يتأكد لعدالتكم أن هناك بصمات أخرى غير مطابقة لبصمات موكلي وبصمات المجني عليهم، مما يقطع بصحة شهادة موكلي من أن هناك جنات آخرين هم الذين ارتكبوا هذه الحادثة. تؤجل الجلسة لحين ورود فريق المعمل الجنائي. روح بعد الجلسة. إن شاء الله براءة يا ولد. براءة إن شاء الله يا خلف. إن شاء الله براءة يا ولد. يا لطيف اللطف يا رب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اطلب بينا يا كريم. مبروك يا عمي، مبروك. الحمد لله. سمي له الولد. اللهم صل على النبي. واد زي القمر يا عم. ابعد ابعد ابعد، لا تخلع الواد، ابعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شبح حسن. ايوه يا باشا، تمام تمام حضرتك، مظبوط يا فندم. موجود سعادتك، موجود، نسلمه. حاضر، تمام يا فندم، تمام. تفضل. وصل يا فندم، تمام سعادتك. حالا حالا، مع السلامة. شكر. فضل اهو يا سيد الناس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خلي بالك منه، ربنا يحفظك يا فضل الله. بكره يا اخويا تخرج له بالسلامه وتاخده في حضنك وتحفظه كتاب الله يا رب ان شاء الله. فريده بالعافيه منعناها النتيجه، كريم وحاتم شافوها الجلسة اللي فاتت. خير ما عملته. محكمة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق العدل. إن وقائع الدعوة المعروضة بالقضية رقم 56734 وبدراسة أسبابها وما أرفق بها من أحراز ومستندات وبعد الاطلاع على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم حسن عبد العزيز إبراهيم وشهرته خلف الله إلى مفتي الديار المصرية. إني ليا في كل خراب عفريت، بس ما طلتوش حاجة، أنا مستنيها من زمان. إن جاب الوجه كريم. ما تقلقوش يا جماعة، القضية لسه ما خلصتش، لسه في نقض. واللي خلق الخلق يا أستاذ، لو خلف ولد خالي جرى له حاجة لا هيطير فيها رجال. وأنا هقدم تظلم بعد جلسة النقض بالحب عشان نحدد جلسة للنقض بأسرع وقت. اللي عايزين يطفوا نور ربنا مش هنا في القفص، والخفافيش اللي سيادتك بيقول عليها لسه مش حورها مستنيه نهار ربنا يضعف عشان تطلع وتكلبش في عقول الناس وتسمم قلوبها وتوقع الناس في بعضيها. سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ حكموهم. واكيد يا فندم المحامي بتاعه هيقدم نقض. الشكل ده الشيخ خلف بقى خطر علينا جدا، بقينا مكشوفين له، عشان كده لازم نخلص منه. اتفضل سعد. اقفل لي الباب ده. حاضر. خير يا احمد بيه؟ للاسف يا مولانا اترفض النقض والمفتي صدع الحكم. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. انت تسمع اللي انا هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد، فاهم ولا لا؟ خد دول اضربهم في شويه ميه واشربهم. ايه ده؟ دي خلطه بيعملوها المساجين اللي هنا، بتخليهم يتعبوا ويبقوا كأنهم هيموتوا. احنا بقى بنحولهم على المستشفى، وفي المستشفى 100,000,000,000 حاجة ممكن تحصل. عايز نهرب يا عماد بيه؟ يا مولانا يا مولانا احنا ما نضمنش الظروف ولازم ناخد احتياطنا. ايوه بس اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. وربنا خلق لك فرصة للهروب اهو، نقول له لا؟ اسمع اللي بقول لك عليه، ما فيش وقت. يعني لو هربت ده هينجيني من الموت. انت مش عارف لو قعدت هنا ممكن يجرى لك ايه؟ انت في 100,000,000 عين عليك. عماد بيه، مش معقول الواحد يهرب من النور عشان يقضي بقيه حياته في الظلمه، وكل خطوه ناحيه الموت بتقربني من ربنا سبحانه وتعالى. كان سلمان اللي هو عنده باقي السلاح من على البار بس، لكن سنادقهم صعيبة دي مش بالسهل. العيشة
زيك حرام. اطلع مع كلامي. هديك كل اللي انت عايزه. يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. شيخ فضل، أنا ما أزنكش، أنا حبيت. هو الحب ذنب؟ الحب له ألف باب. أنا دخلت من الباب اللي لقيته مفتوح قدامي. وكان فين عجلك يدل قلبك على الطريق الصحيح؟ ليه؟ أنا ضليت الطريق. أنت انشغلت بالحياة عن واهب الحياة. فين سبحتك؟ فين عصايتك؟ ضاع. ضاعوا مع روحك يا خلف. شيخ فضل، أنا لجأت إليك والأولياء الله، اتمنيت تاخدوني معاكم، ردتوني لأن لسه ما كانش الأمر الإلهي جه، وكل شيء بيد الله. ولما جه الأمر أنت رفضت الموت وتمسكت بالدنيا. لأني حسيت إن نصيبي من الدنيا قليل. مش ده كان طلبك؟ أنت اللي اخترت. اخترت إيه؟ اخترت الدنيا. دلوك مش عاوز حاجة. حملت أمسي وغدي وسرت نحو الموعدي حتى وصلت شاطئاً يهمس بالتشهد وترتوي آفاقه بالنور والتعبد. فقلت طيري واصعدي يا نفس حان موردي. فأجهشت وانتفضت بلحنها الممرد. نزعت ذاتي وانتهت حقيقتي إلى الأبد. يا رب لك الصلاة والحمد من كل الحياة. الحمد لله. من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك. الحمد لله. يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك. تمام سعادتك. ولا قوة إلا بالله. المحكوم عليه مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مكتوب لك تموت يا شيخ خلف، بس ما تتعدمش.
رسول الله. يا يتيما واليتم دمع وضعف، كيف دانت لضعفك الأقوياء. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله يا الله يا محمد رضي الله عنك، يا محمد صلى الله عليك وسلم، يا محمد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا قضاء وقدر ولا مفر، لابد من تمحيص أجيال البشر، حتى إذا الليل اعتكر واستهول الركب السفر لاح القمر. لابد أن يستنفذ الليل دجاه، لابد أن يستوفي البغي مداه، ورغم فقد النور في كل اتجاه كانت يمين الله تدني للورى طوق النجاة. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للإنسان، طوق النجاة للإنسان، رحمة الله للعالمين. يا الله يا الله يا الله، سبحان الله سبحان الله. وقف عندك يا زلمه، انت مش قلت هتنزل خميم؟ اجرتك واخدتها، مالكش صالح انت. وقف. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ واحد من عباد الله. خير؟ عاوز إيه وجاي لمين؟ قلت لك واحد من عباد الله، لا أعرف حد هنا ولا لي مصلحة بحد. هتدوني شاي ولا أروح لحالي؟ وماشي كده في انصاص الليالي وما خايفش؟ انا متوكل على ربنا، اخاف من ايه وعلى ايه؟ صح، كلنا متوكلين على ربنا. جرب جرب ده في يدك، ادي له كوبايه شاي يا ابو عمو. صدق كتر خيرك. لا لا ماليش فيه يا ابو عمو. هنعمل ايه يا حج؟ العمل عمل ربنا يا حجة، مفيش في ايدينا حاجة نعملها، الحكماء بحر وجبل شافوه، قلت عين
لفينا بيه شرقة وغربة وبرضه ما فيش فايدة. قم بينا يا ابوي، أنا حلفت بالله لأنت مبيت عندي الليلة دي. حلفت قبلك وخلصنا خلاص، يلا توكل على الله، خلونا ناخد لنا غفوة. طب حلفان على حلفانك. والله ما تحلف. كتر خيركم، كرمكم زايد. الحكاية كلها ساعتين على الفجر يعني، مش مستاهلة. يعني لا راضي تقول لنا أنت منين ولا رايح فين، ولا حتى راضي تقول لنا على اسمك. اسمي خلف. خلف الله. عاشت لسامي وانا غرابلي ودول ولد عمي فرج ودغار. زين الرجال، تصبح على خير. عايز حاجه قبل ما نمشي يا خلف الله؟ انتوا ما لزمكمش حاجه. يلزمكم الستر، وانا هدعي ربنا يسترها معنا جميعا. امين يا رب. امين. تصبح على خير يا خلف الله. انت من السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حول الله يا ربي، العمدة رجع بالولد، واحنا قلنا ربنا هيكتب له الشفاء ببركه سيدنا النبي. الله يكون في عونك يا حاج، لا حكم نفع ولا مشايخ. طارق ده ولد موت من يومه. طبعا اعوذ بالله من فلك السم يا شيخ، ليه هتقول كده؟ اعفي عنه، اعفي عنه يا كريم. آه يا زمن وآه، قال لي الزمان انت مين؟ انا قلت عبد الله، اداني ربي امانة شلتها في سرة، سرقوها مني العباد، أنا قلت خلف الله، واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة. يا زمن وآهي. أهو زي ما رحنا زي ما جينا. استغفر الله العظيم يا رب، الولد عيروح مني ومش عارفة أعمل إيه. والله يا خيتي عدعيله ليل ونهار. فين؟ في أسيوط؟ مشايخ تاني؟ لا، أنا لا رايحة ولا جاية، كلهم زي بعضيهم، محدش عارف الوجيعة فين ونجيبه منين خلف دي. وعد قولي مالوش مطرح؟ أسأل مين؟ كتر خيرك يا خيتي، ربنا يتولاه. مع السلامة. هتكلم مين؟ دي خيتي، هتسأل عملنا إيه؟ وهتقولك على شيخ تاني؟ أيوة، هتقول عليه بتاع ربنا، بس محدش عارف له مطرح، كل يوم في بلد. واسمه ايه الشيخ ده؟ خلف الله. هتسأل عليه؟ نسأله، ربنا يعفو عنه ان شاء الله. أنا ما مصدقش اللي هتقولوه ده، الشيخ خلف الله كان هنا ليلة امبارح. كيف؟ احنا لقيناه داخل علينا بعد العشاء وقاعد معانا، وروحنا وسبناه بقيت مطرح، وما كانش راضي يقول على اسمه، ولا رايح فين، ولا حتى جاي منين. يمكن ما يكونش هو. لا هو، ما شفتش عينيه عاملة كيه؟ ما تقدرش والله العظيم يا عم الحاج تبص فيها.
تتنفض على طول. يا ابوي على المعر، ده راجل غلبان وعلى باب الله غرب لي بس اللي قلبه خفيف. ايه يا عمار، هنفضل طول النهار نقول هو ولا مش هو لما الراجل يروح كده ولا كده؟ يلا يا امه هات الراجل وتعال يلا. اها ده الكلام ده الشاي، روحوا وياهم يا اخي. الحاج متعلق بقشاه يا ولد عمي. خلي عينك على الطريق وخلاص، احنا برضه ما تحققناش منه في الضلمه. شايف شي؟ العربيات كلها واقفه، تلقى في كمين قدام ولا حاجه؟ يوه وهو ده وقته؟ في ايه قدام يا ولد العم؟ في حادثه عربيه انقلبت بالكتي. وفي حد عايش؟ هيقول عيله صغيره. معاودين ليه؟ حادثة على الطريق؟ طب تعالوا. هقول ايه يعني؟ الأمر لله، على السلامة. يعني يبقى جاي لحد عندنا وما عارفينش نجمعه؟ ربنا وحده اللي يعلم إذا كان هو ولا مش هو يا حجة. يا عم الحاج، يا عم الحاج، عاوز ايه يا شمندي؟ واحد هيقول اسمه الشيخ خلف الله. هو يا حاج. استني بس يا حجة، خلف الله مين يا شمندي؟ ما نعرفوش يا حاج، قول له امشي. لا استنى، الشيخ خلف جاي من نفسه يا حاج. استني يا حجة لما نتوكد. أنا متوكدة، قلبي هيقول لي إنه هو. دي لو جرى لها حاجة ولدك ما تكملش يا سيدنا، سايقة عليك النبي. يلا يا حاج يلا الحق على جوامع من المعروف. حاضر حاضر حاضر. الو ايوه ده غار بنت. لا ارجع، هقول لك اسمع الكلام اللي هقول لك عليه. خد البنت وديها المستشفى، البنت اللي قلت لي عليها زي ما قلت لك، وديها المستشفى وانا هكلم الدكتور عشان يعمل اللازم. يلا وانا على طول مسافه السكه وهحصلك. على السلامه. اتفضل يا سيدنا اتفضل. بسم الله.
بيتك ومطرحك. تعال شمندي. اقول لك يا حجه، مسافه السكه اوصل اطمن على البيت وارجع على طول. ها تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ايوه يا دكتور، هي جايه في الطريق. اعمل اللي ربنا يقدرك عليه هات ابوك. ايوه بنت، ما بتصدقش ليه؟ ربنا يخليك يا دكتور، ما تخليش من جهتك حاجه. لو عايزه ننقلها مصر نقولوها، وانا جاي على الطريق على طول. مع السلامه. لم شويه تبقى مع الصفه. ايه وحزني والعمده فيه ولا فيه؟ انت مخك دخل ليه؟ اقول لك العمده كان هيتكلم على البنت زي ما تكون بنته، وكان كلامه كله مخربط. انت تعرف منين ان هي دي البنت؟ هي دي العربيه اللي دغر قطارها من مطرح الحادثه. اشرب يا حاج. انا ما عارفاش ايه اللي جرالي، لقيت جسمي سايب ورجلي ما شايلانيش. والله وانا كمان يا حاج، اول ما شفته كنت هغمر. الرجل ده عامل زي المارد. وانت كنت شفت المارد قبل كده؟ لحد دلوقت ما مصدقاش اللي هيحصل. احنا نقعد ندور عليه وهو ياجي يخبط علينا؟ عرفنا منين؟ وعرف قط الواد من غير ما حد يقول له كيه؟ الناس دول يا حاجه مكشوف عنهم الحجاب، هيسمعوا وهينظروا حاجات كتير. الجن اللي مسخرينه يا حاجه بيدلهم على حاجات كتير. اللهم احفظنا، استرها يا رب. قوم يا بنت طلي عليه شوفيه هيعمل ايه، ولا هتخافي؟ انا لا اخاف من جن ولا عفاريت. والله يا حجه البنت دي مخاويه وهتكلمهم كمان. امال هي جوزها هج منها ليه؟ عشان طلعوا له. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر. الحمد لله، الحمد لله.
شاء الله حيغفى عمده حتفرح فيه. بره عليكم. ان شاء الله. هيك. أنا سمعت إن الشيخ خلف ده له كرامات كتير قوي وما هياخدش ملي معمر من حد. يا بخته إن الشيخ خلف يخطي عتبة بيته. إن شاء الله يبقى زي الفل على إيدين الرجل دي. ما شفتيش وشه منور كيه؟ يا رب. الحاج يا بنت. عملت إيه البيت؟ طمن يا حجة، البت مليحة. عقبال ما نشوف طارق يا حج. إن شاء الله يا حجة، إن شاء الله. أنا لا شفت ولا حشوف حد زي سيدنا. من ساعة ما شفته ما عرفاش أتلم على جدتي. الله أكبر، الله أكبر. هو لسه في ناس صالحة ومبروكة كده؟ مال يا حجة، مال. الكون ما شاء الله لسه عمران. أنا حاسة إن الغمة هتنزاح والواد هتتكتب له السلامة بفضل ربنا والشيخ خلف الله. عشمنا في الله كبير. قولي لي، هو ما طلعش لحد دلوقتي؟ ولا فتح الباب ولا حد قدر يطلع الدور كله. إحنا قاعدين تحت والناس زي ما شفت كده برا قاعدين هيدعوا له. ربنا يكرمه بحق جاه النبي. الوكل زي ما هو. عقلها يشت مني. الراجل اللي ثلاث ايام قفل على نفسه وعلى ولدي. عايز اطمن على ولدي يا ناس. هو كيه هيقعد ده كله لا وكل ولا شو؟ يا ست هو حر في روحه. ما ينفعش الحديد ده. استهدى بالله يا حاج. احنا صبرنا كتير وعشمنا في ربنا كبير. وادي يكون جرى له حاجه والراجل ده نايم فوق وعمال يشخر كمان. لا انا لازم اطلع اشوف ايه الحكايه. سايق عليك النبي. اصبر شويه. استهدى بالله كده. تعال اقعد. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. ليه بس كده يا رب؟ ليه؟ ما تعملش في نفسك كده مال. ده امتحان من ربنا يا حاج. وان شاء الله فرجه قريب. والله والله ما كانت ناقصه خلاف الله ولا عوض الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. إذا مرضت فهو يشفين. الذي يميتني ثم يحييني. الذي يميتني ثم يحييني. الذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
الغلب ده طلع نصاب بكره، وبكره تقولوا فرج جالها. الراجل ده حد مفطمه على موضوع طارق، ودخل علينا وعلى الحاج على انه ولي وهيلعب العفاريت. لفنا كلنا وبلا في الحاج، وخلاه زي الختم في صباع الخنصر ده. ابن المركوب، وبكره تشوفه، بكره يخرج من الاوضه اللي حابس نفسه فيها دي ويلهف من الحش باكو. باكو ايه؟ قال لها 30 40 باكو. قال لها 30 40 باكو، ويعمل الحج سليوه، وكل يوم والتاني عينط. حتى لو كلامه مديه طلع صح، والله ما سيبه الا مقطع فرطه. ما 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 يا حاج يا حاج طارق عند حبايبي. طارق انت عليك فين؟ يما يما استني، هتدخل على الرجل وهو نايم جوه؟ ولدي طارق، طارق ولدي رجع لي يا حاج، ولدي رجع لي. انا مالك علي يا حاج، الواد تعبان. هو انا نمت كتير؟ هو انا عيان؟ لا يا ولدي، انت بخير والحمد لله. صح يا حاج. لا خليه نايم ويصحى لوحده. تعال يا ولدي، تعال يا ولدي، بحضن ابوك. تعال اجيب لك ايه تاكله؟ 3 ايام يشرب كوبايه لبن عنيزه صغيره وسليقه فروجه بس. يا رجل حرام عليك، ده عمدتنا ما فيش زيه في البر كله. مرحبا بكم، مرحبا بكم. اهلا وسهلا منورين. اهلا وسهلا. اهلا يا عمدي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اهلا مبروك. الله يسلمك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. امال الشيخ خلف فين؟ ما كان زيه كلب عاني ونستبرك بيه. جمعة ما خرجش من مطرحي، وهو ما رضيش ياكل الا النابت والعيش، وانا ماسك في ايدي واسناني عشان يقعد معانا اسبوعين ثلاثه، مش عايز يقعد. امال عايز يمشي ولا ايه يا حاج؟ والله ما يحصل ابدا، ده احنا ما صدقنا
نلقى راجل صالح وكله بركه زيه، دي البلد كلها عايزه تبني له بيت هنا وسطينا. دي البركه حلت علينا كلنا يا حاج، حتى العزب اللي حوالين حسدان عليه، يبقى نسيبه يمشي كيف؟ والله ما يحصل ابدا. ايه يا شيخ نور؟ نعم. ما تسمعنا حاجه في حب النبي مال. حاضر. على مهلك يا ولدي، واحدة واحدة. واه، ما تسيب الولد يا حاج، خليه يرتاح شوية. ما هو معايا. ها، أنت تعبان من حاجة يا طارق؟ لا، أنا عاوز آكل. حالاً هجيب لك السليقة. لا، أنا عاوز آكل فتة. لا، الفتة بعدين. خلاص، ما واكلش. بكرة تاكل كل اللي نفسك فيه يا حبيبي، بس واحدة واحدة. أقول لك، ارمى حيطة دلوك على أوضتك واتفرج على التلفزيون. والمفضة هجيلك. معاه يا شمندي. عناية يا عم الحاج. معاه. اه، على مهلك يا ولدي، على مهلك. قلبي واكلني على الولد يا حاج، حاجنا ما كناش نزلناه النهاردة، هو احنا ناقصين؟ هو سيدنا هو اللي قال لازم يخرج الناس يشوفه وهو يشوف الناس. ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجة وقول له. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج؟ عشان استبارك يا سيدنا. سيدنا؟ سيدنا هو سيد الخلق أجمعين، محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوة يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير، مش كده؟ أيوة يا شيخنا. مفيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وأنت تعرف العفش من الزنك إيه؟ من السبحة والدجن؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون؟ صدقت يا شيخنا، صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله.
لا ورحمة الغاليين ما يكون. عايزين نتمتع ببركاتك. أقول لك إيه، أنا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي أنت عايز يقول لي عليه وأنا أعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بس يلا خلصوا، الشيخ عايز وقت. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحيه خروف حتى. يسند قلبه دلوقت وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاي وجوار. شباب عندك لحمه قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجه. ها رد عيبت يا شباب، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمه وهو ياكل على كد نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مدارك. والله كنت عدي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال، بسم الله ما شاء الله كل الناس عتحبه. عملك هو للنجاة وليه رجالة. كلامك مليح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما هتدعي لعيالها. تفضل يا حاج. والله تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش. اه جليلي اصلي ما تماشيهوش. طلع ادخل. السلام عليكم يا سيدنا. استغفر الله، ما تحملني الذنب يا حجة. العفو والسماح يا سيدنا. سيدنا أنا اسمي خلف، خلف الله. اتفضل الوكل. اتفضل يا مولانا. عنك. دكاتير حاجة على قد ما جوزهم كده بالهنا والشيف. كتير كتير. حاضر. خليكي جنب الباب لمولانا يعوز حاجة. عناية يا حاجة. طيب البركة ده يسلم عليه ويستبرك بيه. والله يا حج من طلعة الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركة
نرحت المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم. لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميلة محمد، كل اللي بيعمله عايش على النابت. نابت؟ ايه، هو صح لنابت كد كده، ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديكو حمار ولا فروجه حتى. ده ما رضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرره اكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان الراجل بركه صح، لكن استمر بيه كلنا. على بيمين خبط علينا الباب لوحده كده ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي أعمل لك قهوة يا سيدنا؟ يعمل إيه؟ سادة؟ سادة وترجيني. روح أعمل القهوة. روحي. يا رسول الله انت.
على ما تصلوا العشاء حيكون الوكل على الطبلية. أنا محضرة كل حاجة. شيخ خلف مش في أوضته. إيه؟ راح فين؟ راح لحاله يا حجة. زي ما جه لحاله راح لحاله. راجل مبروك صح. واه، مش كان وصانا ولا قال لنا هنعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون يا حجة. ده طاهر، فهماني؟ البيت ده طاهر وحيفضل طاهر. شغل لي نشرد لك جبندي اللي في المسجل، بحب اسمعه. تفضل تفضل يا سيدي، تفضل تفضل. تفضل يا سيدي. خير خير إن شاء الله خير. أنا عارف إني ما يحقليش إن أنا أعمل اللي عملته ده، وعارف إن أنت هتعذرني لما تعرف أنا ليه عملت كده.
يقعد. عمر يا سيدي. تشرب ليه يا سيدنا؟ ميه. بتوكت ياسمين شابة زينة عتدرس في الجامعة، جت من مدة وقالت عاوزة تحجب، قول لها البركة. بعدها بمدة جت وقالت لازم تنجب، طوعنا. بعدها قفلت على روحها، أمها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهة. الحكيم قال دي حالة نفسية، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبة عريانة، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبة بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. تحكي على كرماتك يا سيدنا، والواد طارق ورد الرشوان طاب على يدك. ما تحلمناش ما تحلمناش يا سيدنا من كرماتك دي، وطلباتك كلها مجابه. طلبت ميه وشربتها، سلام عليكم. سلام يعني ايه؟ يعني دواها مش عندي. يعني الواد طارق دي اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البيت فوق حالها يقطع القلب، وامها عتنمت روحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجه. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابه، والاوضه بتاعتك مجهزه بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كده. إن شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخذ راحته، احنا جنبك، برب تحتاج حاجة.
انت مين؟ مجهوب الطول اللي على البيت. خير يا سيدي؟ هي نايمه دلوقتي. اوعى حد يدخل عليها ويصحيها، ان شاء الله هتكون رايقه. طب استنى بس، مفيش في يدي حاجه تانية اعملها. نجيب عربيه توصلها. سكتي عارفها. مجهوب الطول اللي على البيت.